وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى. تبع التعليمات تخرج سلامات. المخاطر الصناعية جزء من المخاطر التكنولوجية، واللي تضم كذلك المخاطر الطاقوية والبيولوجية والذرية. كل هذه المخاطر مرتبطة بنشاطات الإنسان، والمصدر ديالها هو كل المنشآت اللي يتم فيها استعمال أو نقل أو تخزين مواد خطيرة. الحادث الصناعي يقدر يكون حريق أو انفجار أو تسرب سائل ملوث أو انتشار غاز سام في الجو، وقادر يتسبب هذا الحادث في أضرار وخيمة على الإنسان وعلى البيئة. عرفت الجزائر في 20 سنة الأخيرة حوادث في المناطق الصناعية والمنشآت الطاقوية: سكيكدا 2004، انفجار في المركب البتروكيميائي، 23 متوفي و74 جريح وخسائر مادية كبيرة. الجزائر العاصمة 2018، انفجار في أنبوب الغاز ببن طلحة، وفاة شخصين وجريح. الواد في 2020، تسرب البترول من الأنبوب الرابط ما بين حسي مسعود وسكيكدا، أضرار كبيرة على البيئة. وش لازم نديرو قبل، أثناء وبعد الحادث الصناعي؟ قبل الحادث الصناعي، كونوا دايما مستعدين. إذا تسكنوا قرب منطقة فيها نشاط صناعي كبير، اطلعوا على كل المخاطر المحتملة فيها. في حالة وقوع حادث صناعي، اتصرفوا بحذر. إذا كنتوا برا، اتوجهوا بسرعة إلى مكان مغلوق، وبعد ما تدخلوا اغلقوا كل الأبواب والنوافذ، وسدوا الفراغ تحت الأبواب بقماش يكون مشمغ. تنفسوا من خلال قطعة قماش يكون مشمغ. ابقوا في اطلاع بكل وسيلة ممكنة على تصريحات السلطات وعلى التعليمات اللي لازم تتبعوها. ما تشعلوا لا سيجارة ولا أي شعلة أخرى. وقفوا كل المكيفات والمراوح لتفادي تبادل الهواء مع الخارج. ما تستعملوا التليفون إلا في الحالات الطارئة. في حالة ما حسيتوا بحكة أو حريق فوق الجلد، اغسلوا بكمية كبيرة من الماء. بعد الحادث الصناعي، ابقوا يقظين. عند نهاية الإنذارات وبعد ما تعلن السلطات باللي الخطر انتهى، قوموا بتهوية كل الغرف وابقوا في ترقب للمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية. إذا حسيتوا أنت أو أحد من أفراد عائلتك بأي عارض صحي، ضيق في التنفس أو أي اضطراب، اتصلوا فوراً بمصالح النجدة وتوجهوا إلى أقرب مركز صحي. تبع التعليمات تخرج سلامات. تم إعداد هذه الحملة من طرف برنامج كابدال، ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية.